اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده هيكون في استقرار في الاحوال الجويه، والجو هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومائل للحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. كمان النهارده في نشاط للرياح احيانا بالليل على مناطق متفرقه من كافه انحاء الجمهوريه، وكان في شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. يعني بقى لنا حوالي اسبوع والبلاد بتشهد نوعا ما استقرار في الاحوال الجويه، عايزين نعرف الاستقرار ده مستمر معانا لحد امتى، وخصوصا يعني ان ايام قليله بتفصلنا عن الموعد الرسمي لفصل الصيف. بالفعل يمكن احنا على مدار الاسبوع الماضي كله كنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، كان متوسط درجات الحراره اللي اتسجلت ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه. ان شاء الله متوقع على مدار هذا الاسبوع يكون في ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين، لان متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع هيكون ما بين ال 34 وال 35 درجه مئويه، لان معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، مرورا طبعا بالبحر المتوسط. فكمان في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، ويمكن الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبه خلينا نحس بدرجات حراره محسوسه اعلى من قيم درجات الحراره اللي احنا دايما بنذكرها في نشراتنا. في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، الاجواء خلال فترات النهار هتكون حاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا هتكون من حاره الى مائله للحراره على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. هتكون الاجواء شديده الحراره على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار، طبعا جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، كمان بيبقى في نشاط للرياح مع فترات المساء ودخول ساعات الليل، نشاط الرياح ده بيقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي بنحس بالأجواء المعتدلة ونسمه هواء خلال فترات المساء. وخلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، مع وجود طبعا شبوره مائيه خفيفه جدا في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه. لكن هي طبعا شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس وما بتاثرش تماما على حركه المرور، انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه تقريبا على الساعه 6 7 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي من على كافه الطرق. ان شاء الله متوقع بدايه فصل الصيف يوم الثلاثاء القادم 21 يونيو. فصل الصيف التوزيعات الضغطيه بتختلف نوعا ما عن فصل الربيع، لكن دايما المعروف في فصل الصيف هو ارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي هنبدا نلاحظه ونحسه خلال الايام القادمه. بحوالي قد ايه يا دكتور؟ الارتفاع نسب الرطوبة. نسب الرطوبة بتبقى خلال فترات النهار بتتراوح ما بين ال 25 لل 30، ده حتى الآن لأنها بتزيد أكتر في شهر 7 و8، خلال فترات النهار ما بين ال 25 لل 30%، خلال فترات الليل ما بين ال 75 لل 85%. يمكن المناطق اللي بتبقى قريبة من المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر نسب الرطوبة فيها بتبقى أعلى من طبعا القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب البلاد، عشان كده الإحساس بدرجات الحرارة بيكون في المناطق الساحلية أكتر. بيكون طبعا يعني بنقول ان نسب الرطوبه بتزود درجات الحراره المقاسه في الظل عن المتوقعه، او يعني تخلي درجه الحراره المحسوسه بترتفع بحوالي من درجه لثلاث درجات. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره. العظمى في القاهره بتسجل 34 والصغرى بتسجل 23، الاسكندريه العظمى بتسجل 29 والصغرى بتسجل 22، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21، سيوة العظمى بتسجل 35 والصغرى بتسجل 20، بورسعيد العظمى 29 والصغرى 23، دمياط العظمى 28 والصغرى 22، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 23. هنروح للعريش، العظمى فيها 29 والصغرى 22،
طابة العظمى 34 والصغرى 25، سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 18، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، الغردقة كمان العظمى فيها 38 والصغرى بتسجل 27، الفيوم العظمى 35 والصغرى بتسجل 22، بني سويف العظمى 35 والصغرى 22، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 36 والصغرى 23، سوهاج العظمى 38 والصغرى 25، قنا العظمى 41 والصغرى بتسجل 26، الأقصر العظمى 42 والصغرى 27، أسوان كمان بتسجل 42 والصغرى 27، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى بتسجل 26، شلاتين العظمى 38 والصغرى 25، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 34 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمانة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك.